جنجة ورد عليك جنجة. نايم في الكويت عشان اروح بالفيسات، وغير هيك تلوحت عشان اخذ تلوحت، بس الحمد لله شكرا لكل واحد بيساعد قطاع غزة. احنا رايحين نجيب طحين، وإنه يومين قاعدين على الحاجز هنا، فنلاقي معنا ايش، انه احنا الطحين بتأخر في جيبانا وكثرة الناس الطحين بكفهاش، والاشي مش عقد طحين يجيبه، يعني في كمان اشي كتير ناقص، الخضروات واللحوم وحاجات تانية، يعني زي مثلا البقوليات، العدس والحمص. هذا طحين، هذا طحين، احنا بنروح طول الليل بننام. وقف يا اسد، احنا طول الليل بننام في الشوارع، بننام في السقعه، بننام على الرمل، بنتعفل بنتعذب عشان نجيب طحين عشان ناكل ونطعم اولادنا الصغار. مش عارف انا ايش الواحد بده يسوي، ايش اللي صار في الحياه مش عارف.